شكراً على التوصيل السريع. باي باي. باي. لقد فقدت قطتي. ساعدوني ساعدوني. ما الذي حصل؟ لماذا تبكين؟ لقد ضاعت قطتي، هل يمكنك مساعدتي؟ نعم بالتأكيد. واو. تفضلي بالجلوس. شكرا. أوه يس. علينا أن نطبع ملصقا لقطتك أولا، هل يمكنك وصفها؟ قطتي تبدو مثل تفضلي. شكراً. هل تريدين بعض الماء؟ نعم من فضلك. شكراً شكراً جزيلاً. ما هو اسم قطتك؟ مخلل. هل لديها أي مواصفات؟ نعم لديها جوارب ظريفة. لحظة. هل كل شيء صحيح؟ نعم. لا تقلقي، سوف أجد قطتك. هنالك شيء ما. ها أنت هنا. إنها مجرد فراشة. Excuse me. والثانية أيضا. Oh yes. ربما هنالك المزيد. أوه واو، لقد وجدته. قطتي. ماذا؟ قطتي. لحظة واحدة من فضلك. لا شكرا، الحلوى مضرة جدا لأسناني. إلى اللقاء. إلى اللقاء. شكراً. Oh, no! أوه لا، بيتي يحترق. ماذا سأفعل؟ Oh, no! ساعدوني. من يحتاج مساعدة؟ لا تقلق، سأساعدك. سوف أطفئها. شكرا جزيلا، لقد أنقذتني. على رحبي والسعة. فكرة. يهو.
لست على ما يرام، أعتقد أنني مريض، ساعدوني ساعدني. لا تقلق سأساعدك. اجلس هنا. لقد أكلت الكثير من الآيس كريم. نعم فعلت. No way. انتظر لحظة. شكرا يا دكتور، أشعر بتحسن الآن. على الرحب والسعة. شيء أخير. أوه لا، الثوم. أوه لا، متأكد؟ أهذا كافٍ؟ أشعر بتحسن كبير. هذا يبدو صعباً، أحتاج إلى مساعدة بالتأكيد. مرحباً، هل تحتاج إلى مساعدة؟ نعم، أحتاج مساعدة. لحظة. جاهز للعمل. نعم، سوف ننجزها. حسناً، لنبدأ البناء. واو، شكراً جزيلاً. الكعكة. No way. لا تقلقي، سوف أساعدك. اجلسي من فضلك. شكرا. اختاري الكعكة. سوف أصنعها الآن. شكراً. هذه هي هديتي. شكراً. شكراً جزيلاً لك. ماذا؟ ما الذي يحصل هنا؟ ها؟ What? مانيا، عليك مساعدة أليكس، إنه أخوك الصغير. أوبس، حسناً بابا. أصبح نظيف. ما
عمل رائع! انتهيت من إطعام أليكس. أحسنت مانيا، تفضلي. قائمة الأخت الجيدة. عليك تعليم أليكس التلوين. حسناً بابا، لكن أولاً لننظف أيدينا. Let's go. أصبحت نظيف. Great. أليكس، عليك أن تفعل هكذا. حسناً، سأجرب. Let's go. واو. أحسنت يا أليكس. واو، أحسنت يا أليكس. عمل رائع مانيا. حان وقت الرياضة الآن. Let's go. واو. ياي! أنا الأفضل! هاي مانيا! هل تعلم؟ لقد سجلت 4 أهداف! أنا الأفضل! يجب أن تكون الرياضة ممتعة! لا يهم من يفوز أو يخسر! حسناً بابا! أليكس تعال! لنلعب سوية! هكذا أفضل بكثير! هذا رائع! هيا لنلعب سوية! أستطيع أن أعلمكم! حسناً! حسناً! Let's go! أحسنتم يا رفاق! حان وقت الدراسة! لنرى ما الذي يطفو وما الذي يغوص! نعم! هيا! Oh yes! Let's go! أعتقد أنهم سيطفون! مانيا، لا أعلم، هل تساعديني؟ لا، أنا مشغولة الآن. أوه، واو، أعتقد أنها ستغرق. أعتقد أنها ستطفو. أعتقد أنها ستغرق. Oh yes! لقد طفت! Oh yes! مانيا، ماذا تفعلين؟ ماذا؟ أقوم بتجربة العلوم. لكن يا مانيا، عليك مساعدة أليكس. هكذا تفعل الأخت الجيدة. حسناً بابا. تعال أليكس، سأساعدك. تغوص أم تطفو؟ طفت! طفت! Let's go! إنها تطفو! نعم!
وقفوا. هذا صحيح. إكسلنت. تطفو. أحسنتم يا أطفال. وقت القيلولة. شكرا مانيا، أنت أخت رائعة. لا عليك يا أليكس، وأنت الأخ الأفضل. من الصعب أن أكون الأخت الكبرى، لكن ممتع. واو! بوضة! أريد بوضة من فضلك، من فضلك. أريد بوضة من فضلك. لا، كل هذه البوضة لي. الكيوي، التوت الأزرق، الأناناس، البطيخ. يمكنني صنع المزيد. أها. Excuse me. What? هذه لا تعمل. لنجرب نكهة أخرى. وهذه لا تعمل. والآن ليس لدي أي بوضة. برتقالي، أخضر، excellent، أصفر، اللون الأحمر. أوه، آلة العلكة. هل يمكنني أن آخذ واحدة من فضلك؟ لا، إنها آلة العلكة. No way. إنها لي. برتقال. أها. عصير العنب. يوهو. أوه، عصائر. أشعر بالعطش. هل يمكنني الحصول على واحدة من فضلك، من فضلك، من فضلك؟ لا، أنت لم تعطيني البوضة. هاي. الأخضر كيوي. يامي. البرتقالي برتقال.
الأزرق التوت البري. يامي، نافورة الشوكولاتة. فواكه، هل يمكنني أن أجربها؟ لا، نافورة الشوكولاتة لي. لم تشاركينني عندما طلبت البوظة منك، لذا جوابي هو لا لا. مانيا، ماذا بك؟ لقد تعطل جهازي البوظة ولا أستطيع استخدامه الآن. داشا، أليكس وستيفي وفانيا لم يشاركونني. المشروبات، الحلويات، الدوناتس ونافورة الشوكولاتة. لم يشاركوك؟ سوف أريهم. تعالي هيا بنا. أليكس، لا مزيد من الحلوى لك لأنك لم تتشارك مع مانيا. لا هذه ولا هذه. هاتها. لا مزيد من الدونات لك، لم تتشاركي مع مانيا. ها؟ ماذا؟ لا مزيد من العصائر لك لأنك لم تتشاركي مع مانيا. ماذا؟ سأخذ نافورة الشوكولاتة لأنك لم تتشارك مع مانيا. توقف، إنهم لم يشاركونني لأنني لم أشاركهم. إنه ليس خطأهم. أها. لقد أسأت الفهم. ها هي نافورة الشوكولاتة. أعتذر منك. لا علي. حسنا، شكرا. داشا، كنت مخطئا. لا عليك. أنا آسف، لم أكن أعرف. حسنا بابا. أوه يس، لقد كنت صادقة، أحسنت وحللنا المشكلة بنجاح، لكن كان يتوجب عليك أن تشارك البوظة مع الآخرين. لقد فهمت الآن، سامحني على تصرفاتي. لا عليك. حسنا، والآن دعينا نصلح آلة البوظة. انتهيت. شكرا جزيلا بابا. واو، آلتي تعمل الآن. سوف أتشارك مع جميع إخوتي. فكرة رائعة مانيا. هاي، تعالوا إلى هنا، أريد أن أعطيكم البوظة. ياي، أنا أولا. البطيخ. واو، التوت الأزرق. أريد المشاركة أيضاً. دوناتس الشوكولاتة من فضلك. حسناً. أريد المشاركة أيضاً. عصير العنب. ياي، أنا فخور بكم جميعاً يا أولاد. يجب أن تتشاركوا مع بعضكم البعض دون انتظار مقابل، لأن المشاركة تعني الاهتمام. لحظة، ماذا يحدث هنا؟ أليكس، الأفضل أن تلعب مع فانيا. أوكي. أليكس، لا تذهب. لماذا تبكين؟ اشتقت لأليكس. فكرة. Woo-hoo-hoo!
لدي فكرة أفضل، لنتصل بأليكس وتتصالحون. نعم نعم من فضلك. فانيا مرحبا. مرحبا فانيا. ستيفي تريد التحدث مع أليكس. أليكس أليكس أنا قادم. مرحبا أليكس، أنا آسفة، لنلعب سوية. أنا قادم. مرحبا. ماذا لديك هنا؟ بسكويت الفراولة. أريد بعضا من هذه الفواكه من فضلك. واو بابا، ساعدني في حل الواجب من فضلك. فانيا أنا مشغول. كم تريدين مقابل الفواكه؟ كم تريدين؟ قطعتان؟ هي ماذا لدينا هنا؟ بيض؟ أوه إنه كلب. كلب كلب. ماذا؟ البيضة الزرقاء. إنه تمساح. إنها قطة. بابا لنلعب كرة القدم في الخارج. سآتي لاحقا. ما هذا الإزعاج؟ العب خارجا. حسنا. واو إنه فيل. سأستمتع بمفردي كثيرا. يمكن الهدوء لدقيقة واحدة في هذا البيت. لا تلعب الموسيقى، إنه وقت النوم. فانيا هل أنت هنا؟ فانيا فكرة. فانيا انظر فانيا، اشتريت لعبة جديدة، هيا لنلعب. هل ستلعب معي؟ بالطبع سألعب معك، أحب قضاء الوقت معك. ياي أفضل لحظة على الإطلاق. هيا بنا. ستيفي لدي هدية لك. يوجد شيء لي؟ أوبس. انتظري اللحظة. بابا أحضره لي، أعطني إياه. هذه لعبتي، بابا أعطاني إياها. مانيا إنها لستيفي. لا تتشاجروا. شكرا بابا. هم.
لي. مانيا، ماذا يحدث؟ لماذا دائماً اللوم علي؟ علي التحدث مع مانيا. هل أدخل؟ حسناً بابا. لقد أخطأت، نسيت أن أشتري لعبة لك أيضاً. وخطأي أيضاً، علي أن أتصرف جيداً. لنذهب ونشتري لعبة الآن. ياي! ووهو! المريض الأول. أهلاً بك في عيادتي يا سيد هامستر. لنبدأ بالكشف عنك. هذه السرعة سيد هامستر. أوكي. الطول والوزن، كل شيء جيد. تبدو جيدة. ستيفي، هل نلعب سوية؟ لا أريد اللعب وحدي. لدي فكرة. لدي معطفين للطبيب، سأعطيك واحد لنلعب سوية سنتسلى. تفضلي. أها، فالآن نبدو كالأطباء الحقيقيين. ابقى صحي. إنها لعبتي المفضلة. أوبس، يبدو أنه وقت تبديل الحفاضة. انتهيت. ما هذه الرائحة الكريهة؟ أريد اللعب معك. لا، إنها لي. فكرة. واو. لدي اثنان، سوف أعطيك واحدة. سيكون هذا ممتع. هيا لنلعب سوية. واو. واو، كم هي جميلة. لنبدأ. حذاء جميل. هذه لعبتنا. أريد تلوين أظافرها. أها، ما أجمل هذا اللون. خيار جيد. فانيا يتدرب مرة أخرى. أنا الأفضل بكرة السلة في هذا المنزل. أريد اللعب معك. لا، أريد اللعب وحدي. هنالك خطب ما. أوه لا، لن أستطيع أن أجدها أبداً. يبدو أن فانيا لن يجد أبداً كرة السلة. أو لا، بماذا سألعب الآن؟ فكرة. لدي كرتان، سأعطيك واحدة وسألعب بالأخرى. تفضل، سيكون هذا ممتعاً. شكراً. هيا. واو، نعم، أحسنت. أصبح أليكس وفانيا الآن فريقا واحد. هيا
ستيفي تواجه صعوبة باللعب بهذه اللعبة. ستيفي، هل نلعب سوية؟ لا، إنها لي. ستيفي، لا يبدو هذا لطيفاً. إنها صعبة جداً. ستيفي، هنالك مقعدان لنلعب سوية. نعم. تبدو أسهل بكثير وممتعة أكثر مع فانيا. إنها ممتعة أكثر سوية. ممتعة جداً. اللعب سوية ممتع أكثر بكثير. واو، هذه السيارات رائعة جداً. واو. ماذا علي أن أختار؟ تعجبني هذه حقاً. أوه ستيفي، إنها سيارتي، أنا وجدتها أولاً. لا، إنها لي. شيئاً ما يحصل هنا. هل بابا في العمل؟ هذا لأنك لا تستطيعين القيادة. أستطيع ذلك. ما رأيك أن أقود بك؟ حسناً. لننطلق. نعم. والآن أصبح فانيا وستيفي جاهزون للسباق. وهذا مطبخ الشيف المشهور جداً أليكس. والآن سوف يصنع النقانق. ما أجمل الرائحة! هل أستطيع اللعب معك؟ لا. ربما يحتاج أليكس مساعدة. نعم. فكرة. انظر ماذا لدي. لنلعب سوية. سوف نستمتع. تفضل. ياهو! هذا الطعام الناقص الذي كان يحتاجه أليكس. نحتاج إلى ثلاثة قطع. أها. والآن لنضع كل شيء في المقلاة. لنطبخ السمكة. نعم. السمك والبطاطا المقلية جاهزة للعشاء. أوبس. Oh, no! جدتي! جدتي! مانيا، ما الذي حصل؟ بطني يؤلمني. علينا الذهاب إلى الطبيب. واو! مرحباً، ما خطبك؟ معدتي تؤلمني ولدي طفح جلدي. أوبس. حسناً، لدي شيء لك. هذه ستساعدك. واو، تبدو متطورة. مرحباً، اسمي روبن، أنا مساعدك الصحي الخاص. لحظة، سأتفحص جسمك. واو. انذار، 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 انذار. فحص الطعام. مانيا تأكل الكثير من الطعام الضار. ماذا علي أن أفعل؟
الطعام الضار يسبب زيادة الوزن ويسبب مشاكل في البشرة. عليك تقليل الأكل الضار وزيادة الأكل المفيد وستكونين بخير. حسناً، سأبذل كل جهدي. هذه لك، اعتني بصحتك. شكراً يا طبيبة. أوه يس، طعامي المفضل. لا، الطعام السريع فكرة سيئة. هذا أفضل. إنها مملة، أريد البطاطا. لدي فكرة، انظري. ترى لذيذة. مرحبا، أنا روبن، مساعدك الصحي الخاص. وقت الفحص، وقت الفحص، وقت الفحص. النتيجة ممتازة. الطعام الصحي رائع ولذيذ. لدي فكرة أفضل، لنصنع السموذي. نعم. سموذي. أها. يس. جاهزون؟ نعم. لنصنع سموذي الموز. فكرة رائعة. موز، فراولة، والحليب. والعسل، والعسل. حسناً. عسل. لنخلط. السموذي جاهز. لذيذ. أريد سموذي الكيوي. حسناً، الكيوي. قطع من الموز، تفاح. حسناً. والحليب، ثم نخلط. داشا، السموذي جاهز. إنه لذيذ. أريد سموذي التوت البري. حسناً، التوت البري. واو. والفراولة. والحليب. ثم نخلط. واو، ما أجمل اللون. أليكس، السموذي جاهز. واو، يامي. لقد أعجبني. حسناً، لكن ماذا عن الجزر؟ هل نستطيع أن نصنع سموذي؟ بالطبع، إنه صحي جداً. الجزر، التفاح، والماء. نخلط. تفضلي. لذيذ. واو، يامي. أحب الحلويات. بماذا سأبدأ أولاً؟ ربما الاثنتين. سني يؤلمني. فانيا، هل أنت بخير؟ سنذهب إلى طبيب الأسنان. مرحباً، ما المشكلة؟ سني يؤلمني عندما بدأت بأكل الحلويات. دعني ألقي نظرة، افتح فمك. أوبس. كل
كل شيء واضح لديك تسوس. أوه لا، وماذا سأفعل الآن؟ حصل هذا لأنك تأكل الكثير من السكر، عليك أن تقلل السكر. لكنني أحب الحلويات. إذا أردت شيء حلو يمكنك أن تأكل العسل، إنه مليء بالفيتامينات. حسناً. وعليك أيضاً أن تنظف أسنانك مرتين يومياً. اختر واحدة من هذه، تفضل. هذه. شكراً جزيلاً. إلى اللقاء. أريد أن أكلهم بشدة، لكنها فكرة سيئة. أريد شيء حلو، لكن هذه ستضر أسناني بالتأكيد. مرحباً، جرب هذه. واو واو. لنجرب. لذيذة ومفيدة. واو. أوبس. عيناي، ما الذي يحصل؟ ستيفي، ما الذي حصل؟ أوه لا، لنذهب للطبيب. واو. تفضلوا. مرحباً. مرحباً. ما المشكلة؟ عيناي تؤلمني. حسناً، انظري هنا. أوبس. No way. لا أرى جيداً. هذا بسبب الجلوس طويلاً على الأجهزة. هذه ستساعدك بألا تجلسي طويلاً على الأجهزة وتمارسي التمارين. لن أستخدم التابلت لفترات طويلة. إلى اللقاء. سأحدد 30 دقيقة. وبعدها علينا أن نرتاح. واو. أوسم. لقد مضت 30 دقيقة. يجب أن ترتاح عيناي. أعتقد أنني مريضة. جدتي، أنت تسعلين. أنا أعرف ماذا سأفعل. هذا الشاي لجدتي. واو. العسل مليء بالفيتامينات، سوف يعالج السعلة. تفضلي. شكراً. أشعر بالتحسن. اعتنوا بصحتكم. تصبح على خير أليكس. تصبح على خير. أليكس، ماذا تفعل هنا؟ أليكس، يجب أن تنام هنا. أليكس، ماذا حصل؟ كنت خائف. لدي فكرة، لنذهب. هيا أليكس. هل أنت بخير الآن؟ نعم بابا. حسناً. ماذا
حصل أليكس؟ تحت سريري. هنالك شيء تحت سريري. لنلقي نظرة. أها. لا يوجد وحش. لا يوجد وحش. لا يوجد وحش. لا يوجد وحوش تحت السرير. لكن لدي فكرة. إذا عاد الوحش. هل تستطيع أن ترسمني؟ نعم. هيا بنا. رسمتني؟ نعم. واو، انظر، إنه أنا. نعم. لنرسم وجهي. حسناً. هذا أنت. هذا أنت، صحيح؟ والكنزة أيضاً. نعم. انتهينا. نعم. لنقصها. هيا لنقصها. نعم. رائع. هل فعلا يشبهني؟ نعم. سوف يحميك جيدا. نعم. أوه يس. أحلام سعيدة يا عزيزي. هذا أنا وسوف أحميك. تصبح على خير. تصبح على خير. أها. ماذا حصل؟ هنالك وحش. هنالك وحش. أليكس، ماذا حصل؟ هنالك وحش. وحش؟ هناك؟ نعم. سأذهب لأرى. إنها لعبة. إنها لعبة الصرصار. إنها لعبة. مارشل، مرحبا. هيا أليكس، هذا سيحميك. أمسك. هيا استلقي. أحلام سعيدة. تصبح على خير. أحلام سعيدة. أليكس ساعدني. أليكس ساعدني. ساعدني أليكس، أرجوك ساعدني. ماذا حصل؟ أنا خائف جدا. يوجد شيء تحت السرير. لا يوجد وحش. هل أنت متأكد؟ نعم. هل يمكنك أن ترى؟ أرجوك. إنه لوك. لوك، لم أكن أعرف أنه أنت. إنه لوك، كلبنا العزيز لوك، كلبنا الصغير. تصبحون على خير. تصبح على خير، إلى اللقاء. لدي فكرة. واو.
الأخضر لأليس. شكراً فانيا. الأحمر لداشا. شكراً يا أخي. أوه، وأخيراً انتهيت. أعجبني اللون الأزرق. أحببت الأخضر. الأحمر هو لوني المفضل. الآن لنختار الحذاء. نعم نعم. أوه يس. لا 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 يعجبني. لا أعجبني هذا الحذاء. إنه حذائي. إنه حذائي. لا إنه لي. أوه لا توقفوا، لا تفعلوا هذا. أريد مثل هذا الحذاء. أريد مثله أيضا. لدي فكرة. الأزرق لمانيا والأحمر لداشا. واو، كيف فعل هذا؟ اللون الأزرق يليق بي. أحب الأخضر كثيراً. الأحمر هو لوني المفضل. وقت اختيار الحقيبة. لا لا تليق بي. ليست ما أحتاج تماما. ليست ذوقي. أوه يس. أعجبتني هذه الحقيبة. سوف تكون لي. إنها لي. إنها لي. إنها لي. إنها لي. إنها لي. يا بنات لا تتصرفوا هكذا. أريد أيضا مثل هذه الحقيبة. وجدت الحل. ممتاز. أوه يس. واو، لقد أحببت كثيرا حقيبتي الزرقاء. إنها رائعة. شكرا. والآن علينا اختيار شيئا للرأس. لم أحبها. هذا ما أحتاج. لي. أريد أن أصبح أميرة. لي. لا أنا الأميرة. لي. أوه لا، ليس مجددا. لي. لا تتصرفوا هكذا يا بنات. أريد مثله تماماً بلون أحمر. أريد أخضر. حسناً يا فتيات، لدي شيء رائع لكم. واو. أوه. الأحمر للأميرة داشا والأخضر للأميرة أليس. والآن جميعكم أميرات. شكراً فانيا. شكراً فانيا. والآن وقت المكياج. هذا كله لي. ماذا؟ لا
هذا؟ إنه لي. أعطني إياه. ما هذا؟ توقفوا. أريد صندوق مكياجي الخاص، وأنا أريد أيضا. سوف نجد حلا. ها؟ والآن كل واحدة لديها صندوقها الخاص. هذا المكياج لأميرة حقيقية. أوه يس، أعجبني كثيراً. صندوقي رائع جداً. أوه يس، أصبحنا أميرات حقيقيات. لدي مفاجأة للفتيات. مرحباً. انظروا، لقد أحضر فانيا لنا أزهار. هل هي لي؟ أم لي؟ أم لي؟ لمانيا؟ أوه يس. لأليس؟ ولداشا؟ فعلت ما بوسعي، والآن عليكم إيجاد حلولاً بنفسكم. أعرف ماذا سأفعل. رائع. كأس أخضر لأليس، كأس أزرق لمانيا، واللون الأحمر لي. من الجيد أن نتنازل بيننا. الأخضر لأليس، إنها جميلة. والأحمر لداشا. شكراً مانيا. والأزرق لي. أوه يس. واو، أنا فخور بكم للوصول إلى مساومة. شكراً لك على هذا الدرس. أنت أفضل أخ. تذكروا أن المساومة أفضل بكثير من المشاجرة. توقفوا، توقفوا. لا يمكنكم السباحة في هذه الملابس. حسناً، أين نبدل ملابسنا؟ بدلوا ملابسكم هنا. ياي! انتظروني. هذا غريب. ها! هكذا أبدو أفضل. ما المشكلة الآن؟ لا يمكنكم السباحة هنا دون مرافق. حسناً. أوه يس. جدتي معنا. يس. هل يمكننا النزول الآن؟ نايس جوب. ياي. القفز في بركة السباحة. حسناً.
يمكنك القفز. ملل. لدي فكرة. يا رفاق، لنأخذ سيلفي سوية. يمنع استخدام الهاتف في البركة. جربها أنا. تعالي إلى هنا. تمنع الإكسسوارات داخل الكرة. أصبحت جاهزة. الزحلقة في المقلوب، إنها خطيرة جدا. حسنا، جاهزة. حسناً. تذكروا دائماً إجراءات السلامة، لا تخرقوا القواعد. كونوا جيدين. لا يجب أن تجلسي هنا، هذا مقعد السائق. حسناً بابا. والآن عليك أن تضعي حزام الأمان. ما هذا؟ ووهوهو. ياه. تادا. ماذا يحدث هنا؟ ستيبي، لا تستطيعين السباحة داخل السيارة، هيا اخرجي من هنا. حسنا. جائعة. أها. ياه.
توفي! لا يجب أن ترمي القمامة خارج السيارة. ستيفي، هيا اجمعيها. حسناً بابا. للورق، للبلاستيك، للقمامة العضوية. هكذا أفضل بكثير. هيا بنا. البشار لي، والبشار طعام غير صحي ولا يمكنك أكله. أعطني إياه. لا يجب للأطفال أن يفتحوا الشباك، هذا خطير جدا. والآن سنذهب إلى المتجر. ماذا أحتاج أيضاً؟ أحب الشوكولاتة. ستيفي، ما رأيك؟ أيوة. ستيفي؟ إيه؟ ها؟ ستيفي، ستيفي، أين أنت يا ستيفي؟ ها أنت، قد وجدتك. آسف، اعتقدت أنك ابنتي. آسف. أوبس. أين اختفت؟ أخيراً وجدتك. ستيفي، ها أنت. لا يجب أن تبعدي عن أبويك، هذا خطير. حسناً بابا. بابا على إجراءات السلامة. عفوا عزيزتي ستيفي. ها هو بيتنا. هل أستطيع اللعب هنا؟ بالطبع، ولكني أراقبك. Yay!
لماذا لا تراقبني؟ أوه آسف لقد غفوت. هيا بنا لنطير من هنا. هل يمكنك اللعب مع أليكس؟ أنا مشغولة في العمل. نعم بالطبع. مانيا أنا جائع. لحظة سأحضر شيئا لك. شكرا مانيا. ذهبت لدقيقة واحدة. أين ذهب؟ أين أليكس؟ أليكس! أليكس! لماذا أنت حزينة؟ ما الذي حصل؟ لقد ضاع أخي. لا تقلقي، سوف نبحث عنه. حقاً؟ بالتأكيد، لنذهب إلى مركز الشرطة. شكراً جزيلاً، لنذهب. أوه لحظة، هذه لا تناسبني. هذه قديمة جداً. لا، عرفت الاختيار الأفضل. شكراً على إخباري بذلك. علينا أن نساعد مانيا في إيجاد أخيها. ساعدوني. حسناً، أولاً علينا تحضير المنشورات. والآن لنبحث في آخر مكان كان فيه أليكس. هيا. حسناً. ربما قد يكون هنا. ليس هنا. ليس هنا. ولا هنا. من رأى أليكس؟ أنت. نو 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 نو. أو أنت. ربما أنت. إنه ليس هنا. أها.
هذا أليكس؟ ليس هنا. انظروا هناك، إنها مجرد لعبة. ما هذا؟ إنه ليس أليكس. قد يكون أليكس. فانيا، ماذا تفعل؟ أوبس، لم أقاوم. يجب أن نجد أليكس، هيا. إذا فقدتم أحداً أو شيئاً ما، ابحثوا في جميع الأماكن جيداً. ستيفي، إن لوك مريض. سأذهب للطبيب البيطري الآن. لا تفتح الباب لأحد. حسناً؟ حسناً بابا. صغيرة، هيا افتح الباب. ألا شرطة؟ هنالك شخص غريب يطرق بابي. لا تفتح الباب، أنا قادمة. لا داعي لذلك، لقد هرب. مرحبا، لقد عدنا، وها هو لوك. فانيا، فانيا، مرحباً، فانيا. فانيا، سأذهب لأتمرن الآن. إياك أن تفتح الباب لأحد، حسناً؟ حسناً. إلى اللقاء. إلى اللقاء. هيا افتح الباب. الو الشرطة، الغريب يطرق بابي. لا تفتح الباب، أنا قادمة. أوه، لقد هرب، لا داعي لذلك. ها، وش؟ لقد تمرنت جيداً. ها، رائع. ماذا حصل هنا؟ ها، لا شيء على الإطلاق. مرحبا مانيا،
سوف أذهب للعمل قليلاً، لا تفتح الباب لأحد، مفهوم؟ حسناً بابا. بابي. لا تفتح الباب، أنا قادمة. شرطة شرطة، أمسكوا به. أها. ياي. ووهو. نعم، ولكن ماذا حصل؟ واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة فراولة. شوكولاتة. فانيلا. ماذا لديك هنا؟ شوكولاتة، رائع. سعرها اثنان. حسناً. حسناً. أو لا. هذه غير حقيقية. أريد واحدة أخرى. واو، الفراولة. رائحتها جميلة. هذه ليست حقيقية أيضاً. أعطني أخرى. أوكي. أوه، ما هذه النكهة؟ فانيلا. فانيلا. ليس مجدداً. بخ. فلنذهب إلى المتجر ونشتري الحقيقية. هيا. نعم. أوكي.
البوظة 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 البوظة. ها أليكس انظر، إنها هنا. واو، إنها بوظة الأمندان. قبل أن أشتريها سأرى مكوناتها. حليب، سكر. سكر؟ السكر مضر بالصحة. أليكس، لنصنع البوظة بأنفسنا. نعم. يجب أن نشتري جميع مكونات البوظة التي سنصنعها في البيت. هيا أليكس. واو، بطيخ. يهو، هذا هو البطيخ، فلنأخذها. أناناس. نعم، أناناس، لنصنع بوظة صحية. أين التفاح؟ هيا خذ بعضا من التفاح. تفاح. ها التوت. أليكس لقد نسينا التوت. حسنا، هيا لنذهب. والآن سنذهب للبيت. هيا بنا نبدأ بصناعة البوظة بدون سكر. واحد، اثنان، ثلاثة. واو، ها لدي خلاط. بماذا نبدأ، الأناناس أم البطيخ؟ أناناس. أناناس، حسنا. واحد. المزيد. اثنان. لذيذة. ثلاثة. أربعة. خمسة. ستة. سبعة. ثمانية. أظن أن هذا كاف. حسناً. واو. هذا يكفي. سنعبئ في قوالب البوظة. قالب وحيد القرن. واو، جميل. وقالب الفلامينغو. فلامينغو. ضع واحدة. البطيخ. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة. لنبدأ. أوه. أيعجبك؟ هذا مضحك. واو. الآن فراولة. الفراولة، حسنا. واحد. سبعة. سبعة. ثمانية. ثمانية. تسعة. هذا غير صحيح. اثنان. اثنان. سبعة. سبعة. ثمانية. واحد. واحد. اثنان. سبعة. تفاح. تفاح، حسنا. التفاح والكيوي. هيا لنقطعها. واحد، اثنان، ثلاثة. اوهو، واو. رائع. أتحب الكيوي؟ رائحتها جميلة. نعم، وخالية من السكر. واو. تفاح. لنغلقهم. ونضعها داخل الثلاجة. Wow.
جاهز. بوذا. أوه تفضل. شكرا. بوظة بدون سكر ويمكن للجميع أن يأكلها. لذيذة. شكرا. مرحبا أريد بوظة. لذيذة جدا. Mm-hmm.
لنفصل كل القمامة الموجودة في المنزل. نعم. علينا إخراجها. حسنا. أخرجنا كل شيء من الأكياس. الكثير من القمامة. لنبدأ بفصل القمامة. That's great. الموز عضوي. هذا من البلاستيك. انتهينا من فصلهم. هيا. أوه ستيفي، أيدينا قذرين، هيا لنغسل. أوبس. هل أنت بخير؟ نعم أنا بخير، لنذهب.
تشعرون الآن عندما اصطدتكم؟ أخرجنا! لنصنع بيوتاً للعصافير بدلاً من ذلك. اشتركوا بالقناة. علينا الاعتناء بالحيوانات. علينا أن نحمي الأشجار، إنها تنتج الأكسجين لنا وتنقي الهواء. استمتع. وأيضاً نحن نستخدم الكهرباء كثيراً، علينا أن نطفئ دائماً ما لا نستخدمه. أوكي. لنستخدم هذه الكشافات أيضاً. الكهرباء التي نستخدمها تأتي من المحطات التي تؤثر سلباً على الطبيعة وتزيد الاحتباس الحراري. لماذا هذه مشتعلة؟ دائماً أطفئ الأضواء والكهرباء عندما لا تستخدموهما. لا أحد يلعب هنا، علي إطفاؤها. أها. أنا فخور بنفسي، لننقذ كوكبنا. متابعونا، هيا لننقذ كوكبنا. اضغطوا زر الإعجاب على الفيديو واشتركوا بقناتنا فانيا مانيا. إلى اللقاء. باي باي. تغش؟ لا. أرني يديك. نو 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 نو. صباح الخير. تمارينكم.
أرجوك، هل أستطيع استعارة قلمك؟ لا. أوي أوي أوي. حان وقت تسليم الأوراق. ممتاز. جيد. أحسنت. عمل رائع، إجاباتك صحيحة. لا 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 لا. مانيا، عمل سيء، لم تنجح في إجاباتك. فانيا، تعال إلى اللوح. أنا؟ أيها المعلم، فانيا يا غوش. يا غش! لا! أرني يديك! الغش سيء جداً جداً! إنه وقت الغداء! نسيت غدائي. أوه يس. أوه يس. هل أستطيع؟ هل أستطيع؟ طبعاً لا. الدرس انتهى، أراكم غداً. ياي! وأخيراً قد انتهى اليوم، لا أستطيع الانتظار حتى حفلة الغد. هاي أي حفلة؟ إنها حفلة عيد ميلادي. وهل أنا مدعوة؟ طبعاً لا. مرحبا أختي، كيف كان يومك في المدرسة؟ سيء. فانيا ليس صديقي. حسنا، وكيف تعاملينه في المدرسة؟ أوي أوي أوي. فانيا يا غوش! هل أستطيع؟ هل أستطيع؟ طبعاً لا. عليك أن تكوني لطيفة وتحترمي أصدقائك. نعم. تفضل أولاً. لا، تفضلي أنت أولاً. لا، أنت أولاً.
فانيا، هيا إلى اللوح. ثلاثة، واحد، اثنان، ثلاثة، ثلاثة. أربعة، خمسة، خمسة. أها، انتهيت. جيد جدا، الإجابات صحيحة. تفضل إلى مقعدك. إنه وقت الغداء. نسيت غدائي مرة أخرى. تفضل طعامي. شكرا. مانيا، هل تريدين الحضور إلى حفلتي؟ أنا؟ نعم، لأنك صديقتي. أحسنتم يا رفاق.